الناس واحد العيالات طلبوا مني باش ندير لهم كاطو، كاطو باتيسيير، كاطو لعيد ميلاد راه السنه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم الوليداتهم احتفلوا به، بخصوص واحد السيده خديجه كنسلم عليها، هي طلبات مني هذا الصباح هذا، طلبات مني باش ندير لها الكاطو. دونك غنعطيكم الطريقه ديال الكاطو باش ندوزو لا كريم وندوزو التزيين باش يبقى عندنا الوقت كبير. بسم الله. دونك غنديرو 5 البيضات، على 5 البيضات غنخلي واحد بيض ديال البيضه باش نديرو مع لاباطا سوكر. دونك 4 ديال 5 البيضات، كاس عندي كاس ديال السكر سكر، كاس ديال الزيت وي، كاس ديال الحليب حليب كامل الدسم، عندنا خميرة ديال 8 غرام تقريبا، عندي هذا سكر ماشي بالفاني، دايرة السكر أنا بالزهر، زهرة البرتقال، فيه واحد الريحة كيجي زوين في الكيك، زوين بزاف، أنا مدايرش لافاني. دونك عندي الطحين تقريبا 2 كيسان من هادو، 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض، الطحين الأبيض. دونك هادو هما المقادير ديال الكيكه. دونك كدير البيض طبعا مع السكر، كتزيد عليها الزيت، كتزيد عليها الحليب، كتزيد الطحين، كتزيد الخميره، كتزيد هادي زهره البرتقال ولا الزهر، صافي. وكتخلطها مزيان، في الاخر كتزيد الطحين وكدير الليمون. غندير انا هذا، كدهنو بالزبده وكدير فيه لاباط وكتخشيها في الفرن. دونك هادي هي لاباط اللولانيه، وغندوزو للتزيين. طابت ها نتوما كي جات، جات زوينه. من بعد غادي نقطعها نقسمها على 2 ونحيد هاد الفوقاني، غنديرها هكا، غادي نخدم على هادي حيت هادي جايه مقاده ومزيانه داكوغ. دونك غندير باطا سوكر، ومن بعد عاد غندير لا كريم اللي غنصوبو. دونك لا باطا سوكر سهله، دونك البيض ديال البيض هكا كنضربو غير شي شويه، وكنزيد كنضربو غير شويه بيضه ديال البيض، البيض هاهو بيض بيض هو، هادي لا باطا سوكر، وكندير معاه تقريبا 300 غرام ديال السكر، سكر كلاسي، داك السكر الابيض رقيق هو هذا، وكنخلطها معاه، كنبقى نخدم معاه نخدمها 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 بيديا. من بعد ملي كنسالي كتولي هكا، ها هي انتي هي هادي. دونك هادي هي لاباطا سوكر ديالي، شتيها كي جات. من بعد كندير معاها جميع الملونات، خاصها تكون فريمون معلكه، ها هي كتجي هكا. دونك هادي هي لاباطا سوكر. دابا غندوزو لا كريم. دابا غنديرو لا كريم ديال الزبدة، لا كريم ا بوغ. دونك عندي هنايا تقريبا 250 غرام ديال الزبدة، الزبدة تكون طرية، الزبدة ديال الحليب، الزبدة تكون زوينة. غنخدم الزبدة وغندير معاها سكر، مقدار ديال الزبدة نص مقدار ديال السكر. دونك عندي هنا 250 غرام ديال الزبده مع 150 غرام ديال السكر كلاسي. دونك غنضرب هادي وغنزيد معاها سميتو غنزيد معاها السكر، السكر كلاسي، وغنخدم وغنعاود نرجع لكم نخدم الزبده عاود نرجع لكم. ها هي دابا الزبده شويه قاصحه مع الحال بارد، وكي جاتكم قاصحه زيدوا فيها شويه ديال الحليب، واحد 2 معلقات تقريبا كبار ديال الحليب، زيدوا معاها باش كتسلق شويه، ما كتجيش الزبده قاصحه وكتجيني خفيفه، لا كريم كتجي خفيفه. فوالا لاباط ديالي لاباط سوكر انا طلقتها ودرت فيها هاد اللعيبات هادو، هادو درت معاهم لي كولورون، درت الزرق ودرت الغوص، وكندير بحال هكايا باش يجيني هكا مزوقين. كنطلق مثلا هكا او بيف كيما درت لهم، مثلا كندير دابا هادي هكا ندير هكا، وكنعاود نطلق نطلقها. هذا غير ديكورات ساهلين، كندير لكم ابسط الطرق، ما كيكونش كومبليكي، كندير باش اي واحد يمكن له يديرو. ها هي كتجي مزوقه مزيان،
هانتوما كيف جات ديكور جا زوين صافي. دابا غادي نسقي الكيكه ديالي، درت السيرو الماء والسكر باش ما تجينيش ناشفه، غنحاول نسقيها ومن بعد غندير لا كريم بعد عندي لا كريم وعاد نصوب لا باطا سكر. دونك نصاوبها نسقيها ونعاود. ها هي دابا لا كريم ديالي انا درتها، قديت لا كريم ديالي هنا درت في الوسط ودرت هنا الشناب ها وعندي باطا سكر. نسقوها مزيان هيا هكا نقطع هادو الجناب. هادي كنعاود نحتاجوها لا باطا سكر ما كنلوحوهاش، عاود نديرو بها بريضات كنديرو بها بزاف الحاجات. هاهي الكرتو ديالي على فكرة هاد لا باطا سكر يمكنكم تشريوها كتباع كاين، لا ما تعذبو كاينه كتباع موجوده، هما ديال الناس اللي كيتباع كيبيعوا داكشي ديال لاباتيسخي كاينه عندهم كتباع. هادي في حالات انا ما بغيتوش تصاوبوها هانا دخلنا عندي فيهم مريضات. هاكوطو ديالي جا واشد هادو غندير بهم الوريضات. دوك الوريضات ها هما، هادي لاباطا سكر قطعتها غير بالكاس، وهاد الجنيب هكا غندير غير الماء باش كنلصق وحده مع وحده بحال هكايا، الماء هكا الماء وكنلصق هكا عاوتاني هادي ونلصق هكا هيا ونلصق ندير هادي وكنلصق بحال هكا وكندور كندور غير بشويه فهمتي هيا باش غتجيني دو فلوغ جوج وغنقطع في الوسط هيا هيا وغنحل هاد لي بيطال غنحاول ما امكن نحلهم بحال هكايا نحلهم مزيان باش كتجيني وريضه ها الوريضه ديالي ساهله ماهله. غنحط تحت منها هادي هادي غير بالمرشم هكا تاهي غندير فيها شويه ديال الماء من تحت. هذه هي الطريقه باش تزوقوا بها الكاطو ديالكم وغيجيك واحد الشكل رائع جدا وسهل وبسيط اقل مواد. هي ها وحده وندير هذه في الزريرق بحال هكايا الثاني. هانتوما ها الوريضه ديالي غنحاول ما امكن نحل هاد هادو ها هو كيتحلو تحلات هاهي كي جات وندير فيها عاوتاني الما هنا شي سرق ها الوريده ديالي.
يجيكم الكاطو. دابا هذا يمكن لك دير حتى كاطو دانيفيرسير، يمكن لك ديريه كاري، يمكن لك ديريه هكا وتكتبي عليه سنة سعيدة وبالصحة والراحة.